هل الميليشيات أربكت وأحرجت ترامب قبل الانتخابات؟ لحد هذه اللحظة لم تحجه، ولكن عملية سحب السفارة أنا أعتقد هو محاولة لسحب الفرصة من هذه الميليشيات، يعني وهذه الفرصة هي إمكانية قيامها بعمل عسكري قد يكون صاروخي، يكون هجومي، ولذلك نجد أنهم يريدون أولاً سحب القوات الميليشياوية البالغ عددها بالآلاف من المنطقة الخضراء، وهذا يعني أن هناك تخوف من هجوم ميليشياوي على السفارة الأمريكية، قد تكون هناك خطط موضوعة له إيرانية لإحراج الرئيس ترامب في أيامه الأخيرة من الانتخابات، وبالتالي إيصال بايدن بفضل أمريكي محتمل. هذا هو أنا اعتقادي الذي يحصل الآن. سحب السفارة هو ليس قراراً نهائياً ولم يتخذ لهذه اللحظة، ولكن هو خيار لمنع الفرصة للقيام بهذا السيناريو، ولذلك ممكن أن يحصل، أو ممكن أن هناك ضمانات عسكرية وأمنية وسياسية تمنع هذا الاحتمال من الحصول، وبالتالي ستبقى السفارة.